الحصول على سكن هو حق كرسه الدستور الجزائري، حيث تجلى على أرض الواقع من خلال البرنامج الطموح للمخطط الخماسي 2024 الذي قوامه 1,000,000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ. وفي هذا السياق وبهدف الاستجابة لاحتياجات كل فئات المجتمع، أنجز قطاع السكن برنامجاً واسع النطاق يشمل صيغاً مختلفة موجهة سواء للحصول على الملكية أو الإيجار، كل هذا لتمكين المواطنين من الحصول على سكن لائق وبأسعار تتماشى والقدرة الشرائية لكل فئة، إضافة إلى تخصيص إعانات عمومية توزع وفقاً لمعايير اقتصادية واجتماعية محددة مسبقاً. وفي هذا الإطار فإن الصيغ السكنية المختلفة التي بادرت بها الدولة الجزائرية والممولة كلياً أو جزئياً من خزينة الدولة، والتي خصت جميع فئات الأجور، تم توزيع 1,074,931 وحدة سكنية بمختلف الصيغ خلال السنوات 2021-2022، مما مكن 4 ملايين مواطن من الولوج إلى سكنات لائقة وميسورة، وهو ما تعكسه المجهودات الجبارة للسلطات العمومية لتلبية حاجيات المواطن الاجتماعية وتحسين ظروف المعيشة عبر كامل التراب الوطني. وتطلبت هذه السياسة الطوعية تسخير موارد مالية ضخمة وهامة جداً.